يواصل مهرجان القيروان للشعر العربي إقامة فعاليات دورته السادسة في مدينة الحمامات التونسية بحضور سعادة عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، ومحمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، والشاعر محمد البريكي مدير بيت الشعر في الشارقة. مفدنا إلى تونس سعيد بوغازيين لديه التفاصيل. على شكل هلال جلسوا وللنجم الصاعد استمعوا ليشكلوا بذلك العلم التونسي الذي يذكرنا بأعلام صنعوا التاريخ وببلد يحتضن الأدباء والمثقفين. فهذه الأمسية هي مواصلة لفعاليات مهرجان القيروان للشعر العربي، حيث شارك فيها مجموعة من الشعراء المنتسبين لبيت الشعر هناك وشعراء آخرين أتوا ليطرحوا حروف القصائد على السامعين، منهم من أتوا من ليبيا وسوريا. بيت الشعر بتونس عم يساهم برعاية كتير شعراء مهمين، يعني في أسماء كتير مهمة موجودة بتونس عم يتم رعايتها، وهذا الشيء أنا كشاعر سوري مقيم ببلدي الثاني تونس، فبطبيعة الأحوال هذا الموضوع عم يدعمني بشكل كتير كبير نفسياً معنوياً حتى من ناحية الإبداعية وإلى آخره. لبيت الشعر الفضل كبير على الشبان، خاصة في الناشئة الذين يتكونون الآن عن الشعر، خاصة عبر هذه الملتقيات التي تجمع بشعراء من لهم تجربة كبيرة يستطيعون خلالها تقديم عدة نصائح للشبان وصقل مواهبهم. الشعراء توالوا على إمتاع الحاضرين بأبيات تجعل العاشق يزداد عشقا، والوطني يزداد فخرا، والمحب للعربية يزداد فصاحة. عبرت وكانت لحظة. نغادر هذه القاعة التي احتضنت هذه الأمسية الشعرية، لكننا نعود إليها من جديد مع صباح يوم جديد لنشهد أصبحات شعرية وندوات فكرية. فمع إشراقة شمس اليوم التالي ها نحن نشهد في القاعة نفسها هذه الجلسة النقدية التي وقبل أن تبدأ سمعنا هذه الشهادة فاستوقفتنا. نعم، والمثقفون العرب كلهم مدينون لصاحب الفكرة صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي الذي رعى هذه البيوت وأسسها وجعلها. الندوة في مضمونها تناولت عنوان مهرجان هذا العام الشعر والقيم، حيث استعرض النقاد العلاقة بين الشعر والأخلاق. هذه القضية تتعلق أساسا بعلاقة الشعر بالقيم، وحين نقول القيم تتعدد أمامنا السبل والتصنيفات، القيم الأخلاقية، القيم الاجتماعية، القيم الجمالية. الشعر يتولى نظم الأخلاق الموجودة، ينظمها بشكل معجب، بشكل فني يجعل الناس يتعلقون بها ويتمثلونها ويحفظونها بسهولة ويزينها في قلوب الناس. هذا من جهة. من جهة ثانية الشعر ينشأ الأخلاق، هو نفسه ينشأ أخلاق. في حقيقة الأمر أنا ممتن كثيرا لبيت الشعر بالقيروان ومن ورائه الناضي الساهرين عليه في الشارقة العزيزة، في كل مرة يوفرون لنا أن نبسط وأن نتطارح قضايا الشعر، وبخاصة المقاربات النقدية التي ترافق هذا الجنس الأدبي العربي العريق. وعلى هامش الجلسة النقدية أقيمت أسبوحة شعرية تنوعت في مواضيعها وأسلوب المشاركين فيها، ليؤكد المهرجان بذلك أن بيوت الشعر حاضنة للموهوبين وداعمة للصاعدين ومقصد للأدباء والمثقفين.